السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر التين هو فاكهة مفيدة ومغذية في شكلها المجفف والطازج. يستخدم التين لعلاج العديد من الأمراض، ومن وجهة نظر القرآن والأطباء القدماء فقد ورد ذكره أيضا كأفضل ثمار كالزيتون. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التين من أقدم الفواكه التي يستهلكها الإنسان، وخصائصه وفوائده مذهلة. التين مصدر غني بالعناصر الغذائية المختلفة، فهو غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والفيتامينات. يحتوي التين المجفف على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات. التين مصدر غني للسكريات الطبيعية والألياف القابلة للذوبان. فوائد التين: يقلل التين من الإمساك ويحسن الصحة العامة لعملية الهضم. تناول التين كل صباح لتوديع مشاكل الجهاز الهضمي. يقلل التين من مستويات الدهون الثلاثية في الدم ويساعد على تحسين صحة القلب، كما أنه يحتوي على الفينولات وأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يحتوي التين على البكتين، وهي ألياف قابلة للذوبان، تعمل على خفض مستويات الكوليسترول. تزيل الألياف الموجودة في التين الكوليسترول الزائد من الجهاز الهضمي وتنقله إلى الأمعاء. يقلل الاستهلاك المنتظم للتين من خطر الإصابة بسرطان القولون. تساعد الألياف الموجودة في التين بسرعة في إزالة الفضلات من الجسم، مما يساعد في الوقاية من سرطان القولون. يجب على الأطفال والمراهقين والنساء الحوامل مراقبة مستويات الحديد لديهم لمنع حدوث مضاعفات. أيضا إذا كنت مريضا أو تخضع لعملية جراحية، أضف التين إلى نظامك الغذائي لزيادة كمية الحديد في جسمك والتخلص من المشكلة عاجلا. ليس فقط الفاكهة، ولكن الأوراق مفيدة لصحتك أيضا. أوراق التين لها فوائد مذهلة تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم. يعتبر التين من الفواكه التي تحتوي على أعلى كمية من الألياف، وقد وجد أن النساء اللواتي يأكلن التين خلال فترة المراهقة والشباب أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي. يحتوي التين على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يعزز صحة العظام. يحسن التين كثافة العظام ويقلل من كسور العظام. والكالسيوم مهم جدا للحفاظ على صحة العظام، والتين من أفضل المصادر. يعتبر التين مصدرا لمضادات الأكسدة، كما أنه يعمل على تحيد الجذور الحرة في الجسم ومحاربة الأمراض. التين مصدر غني لمضادات الأكسدة الفينولية، ومضادات الأكسدة الموجودة في التين تثري البروتينات الدهنية في البلازما وتحميها من المزيد من الأكسدة، بالإضافة إلى البوتاسيوم. تساعد أوميجا 3 وأوميجا 6 في التين في الحفاظ على ضغط الدم. يعتبر التين مكملات للخصوبة والمكملات الجنسية، وغني بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والزنك، كما أنه غني بالمغنيسيوم، وهو معدن ضروري لإنتاج هرمونات الأدروجين والأستروجين. من الطرق الفعالة لمكافحة الربو تناول مزيج من مسحوق بذور التوت الأزرق والعسل والتين، كما يمكنك استخدام عصير التين للتخفيف من الربو. يعد استهلاك أو استخدام مستخلصات التين للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا مفيد جدا في العديد من الثقافات. يستخدم التين للحد من الأمراض المنقولة جنسيا. يحتوي التين على نسبة عالية من الصمغ، مما يقلل من التهاب الحلق. يخفف عصير التين الطبيعي من آلام وتوتر الحبال الصوتية. يمكن للتين أن يمنع إعتام عدسة العين، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن. تناول التين الطازج وكذلك التين المجفف يعمل على تنظيف الكبد من السموم، وبالتالي يحسن صحته. يعمل التين كملين طبيعي بسبب محتواه العالي من الألياف، إنه يجعل البراز أكثر ليونة ويسهل الهضم. التين المجفف أفضل علاج للإمساك والبواسير. يقلل من حركات الأمعاء والضغط على المستقيم. خذها مرتين في اليوم.
مضادات الأكسدة الموجودة في التين بالإضافة إلى خصائصها الخفيضة للضغط تزيل الجذور الحرة في الجسم وتمنع أمراض القلب والأوعية الدموية. يعد إضافة التين إلى نظامك الغذائي طريقة مؤكدة لزيادة مستويات الطاقة لديك. الكربوهيدرات والسكريات الموجودة في التين تزيد من نسبة طاقة الجسم. النظام الغذائي المتوازن ضروري للنوم الجيد. سيؤدي تضمين التين في النظام الغذائي إلى زيادة جودة نومك. التين يحتوي على حمض أميني يسمى تريبتوفان الذي يسبب إنتاج الميلاتونين والذي بدوره يساعد على النوم. يقتل التين البكتيريا التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية، فهي تحتوي على العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمنغنيز بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة لديك. أظهرت إحدى الدراسات أن مستخلص التين له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للكولاجيناز على الجلد والتجاعيد، ويقلل من كمية التجاعيد. يمكنك وضع التين مباشرة على الجلد لتقليل أنواع مختلفة من التهابات الجلد مثل البثور والخراجات. يحتوي التين على كمية عالية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تلطيف البشرة. اخلط 5 حبات من التين لعمل معجون. أضف ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان والحليب ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل المجفف واخلطهم معا وضعهم على البشرة. يحظى التين بشعبية كبيرة في صناعة العناية بالشعر لأن مستخلصه يستخدم لخلق شعر مذهل. تجلب هذه المستخلصات الرطوبة إلى الشعر وتمنع تساقطه. يحدث تساقط الشعر بسبب نقص التغذية السليمة. يحتوي التين على مغذيات للشعر مثل المغنيسيوم وفيتامين سي وفيتامين إي التي تعزز نمو الشعر. وجود الكبريت في التين يسبب نمو الشعر ويمنع تساقط الشعر ويعالج قشرة الرأس. التين يبيض الأسنان ويقشرها، وفي التهاب اللثة يخفف الآلام والالتهابات ويقضي على رائحة الفم الكريهة. يزيد التين من حليب الثدي، ولأنه فاتح للشهية ويحتوي على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، فإن التين يعد خيارا جيدا لأولئك الذين يرغبون في زيادة الوزن أو يتعافون من المرض. يحتوي عصير التين أيضا على خصائص طبية للتخلص من الثأليل وآثار الجلد، وهو دواء جيد للاكتئاب. الآثار الجانبية للتين: تجنب التناول المفرط للتين لأنه قد يسبب الحساسية والقيء والإسهال وحتى حكة في الجلد. يجب على الأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو الذين لديهم تاريخ من الحساسية عدم استخدام التين. لا تأكل التين النيء أبدا، فهي تنتج مادة اللاتكس الأبيض التي تحتوي على مركبات تسبب الحساسية الشديدة حول الفم والشفاه، ويمكن أن تنتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من الجسم. مشاهدين الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.